أنا موسى صعب ومزرعتنا اسمها الصن ديري فارم. أنا الهيرد مانجر تبع المزرعة، والموقع المزرعة بصير بسهل أبلح بلبنان، بسهل أبلح بالبقاع تحديدا. وحجم المزرعة حاليا حوالي 500 راس، في 350 راس حليب، وفي عنا 100 بكيرة، وباقي ما تبقى هي عجول صغيرة. النداب كاو كنترول سيستم، انه هو انا بس اوصل على المزرعه اول شغله بعملها بفتح البروجرام وبشوف شو بده يعطيني الانيمال هيلث تشيك، وشو بيعطيني البقر الاتنشن هيت. يعني هو بيوجهني، يعني هو اللي بحط لي الكادر الاساسي لحتى انا بلش مهمتي بالمزرعه وبلش اقوم بالمهمات مثل ما الاشياء بتستدعي وحسب البريوريتي والاولويه تبعها. طبعا هو التحدي الكبير انه انت كيف تحافظ على الكونسبشن ريت عالي. لما انت تصير فيك تعمل كنترول لهالموضوع، وفيك انت تصير بالهيلث تبع البقر تتدخل بالشكل السريع وتقدر كمان تضبطها، هذا الموضوع اوتوماتيكمون بيساعدك وبيشجعك انه انت تزيد العدد، لانه هاي تشالنج قدرت انت تتغلب عليه وتقدر تتخطى. قبل نداب كاو كنترول سيستم على طول كان انه تقدر انت تلاحق البقر وتحط ديتكتر للبقر ويكشف لك البقر، وساعة يعطيك فيدباك صحيح وساعة يعطيك فيدباك خاطئ. وفعلا كانت هيدي شغلة كتير مزعجة وتحدي كبير، وهيدا مع نداب كاو كنترول سيستم قدرت انك يعني وفر لك الطريقة اللي بتقدر تتغلب فيها على الموضوع. وبيرجع انه كمان تدخل السريع بوقت تكشف البقرة انه في تراجع بالانتاج تبعها، هيدا كمان يعني خطوة كتير جبارة لقدام. طبعا نداب كاو كنترول سيستم اعطاني موتيفيشن كتير عالي وخلاني احب شغلي اكتر وسهل لي مهمتي. يعني انا اليوم بكون مطمن بالي وبكون عندي ملء الثقة انه انا عم بعمل كل واجباتي مع هالقطيع. انا عم بقدر افهم البقرات اكتر من خلال نداب كاو كنترول سيستم، عم بقدر افهم البقر اللي عم بعيني، عم بقدر افهم البقر اللي بده عيني مركزه اكثر، وبالاخص البقر اللي بيخلف جديد، وبالاخص بحالات الكيتوزس، وبالاخص بالبقر اذا بتكون عامله هايبوكالسيميا بمرحله كتير مبكره. هودي كلهم داتا وكلهم يعني توجيهات او ملاحظات بقرب لك اياها السيستم، ما فيك تاخذها من حدا تاني. مع نداب كاو كنترول سيستم ما في مجال، يعني من بعد 8 ساعات بتبلش البقرة تعاني وبتبلش البقرة تتعرض لأي مشكلة صحية، بتبلش هو يسجل لها التغيير بالبيهيفير تبعولها وبيعطيني الملاحظة، وأنا بتدخل، وهيدي أسرع وقت ممكن بتصور، ما في بقى أسرع من هيك. يعني يمكن 80-90% بقدر أكشفها أسرع من ما أنه أعتمد على الملاحظة البشرية العادية. بلشنا بالنداب كان العدد القطيع 100 بقرة، وبلشنا ركبنا 80 راس، وعطينا فترة اختبار للبروجرام لنشوف تأثيره، وهذا الشيء عن جد عطانا اندفاع عالي لحتى نزيد العدد ونشتري تاني وسقة من النداب، ونرجع نشتري ثالث مرة من النداب، ونوصل للحجم اللي نحن فيه اليوم. ولو عنا مساحة أكتر بتستوعب أكيد كنا رحنا على 1000 بقرة، لو عنا الأريا هون بتسمح أكتر والمساحة بتسمح كنا رحنا على 1000 بقرة بالاستثمار.